تقول بأن تمديد حالة الطوارئ بالمغرب جاءت في وقتها المناسب باعتبار أن الحالات هي تتزايد، هي مؤخرا هي وصلنا 24 حالة ولكن هي مؤخرا ارتفعت إلى 106 اللي كانت من أمس. الحكومة صراحة نقول بأن قرارها قرار صائب فيما يخص المنطقة الأولى والمنطقة الثانية. يمكن هنا نقول أنه كاين واحد الإشكال باعتبار أن بعض المناطق تتداخل فيما بينها، فكيف يعقل أن مثلا الفحص أجرى المنطقة واحد وطنجة المدينة المنطقة جوج؟ اللي ممكن نقول هو أن التمديد كالعادة الدولة خدت القرار ديالها بشكل أحادي بدون إشراك الجمعيات المجتمع المدني وبدون إشراك أيضا الأحزاب. مسألة أخرى هو أن التمديد مزيان لأن كما كنعرفوا كاين مازال انتشار ديال مجموعة ديال البؤر ديال الوباء، ولكن ما نساوش بلي أن الدولة ما خصهاش تلعب الدور ديال المتفرج، خصها تقوم بالدور ديالها، وخاصة خصها تضغط على الشركات اللي هما باقي ما خلصوش العمال ديالهم، وكذلك مجموعة ديال المستخدمين اللي وقفوا لهم لي سالير ديالهم، ومجموعة ديال العمال اللي ما عندهمش محرومين من التغطية الصحية وبالتالي توقفوا لهم لي سالير ديالهم في هذه المدة هذه. بالنسبة للتمديد ديال حالة الطوارئ في المغرب اللي تم التقسيم ديالو على جوج ما بين منطقة واحد والمنطقة جوج، ومن بعد ما أعلن مرسوم حكومي زيادة ديال شهرين ومن بعد تم التراجع عليها في حدود شهر، بالنسبة لي كمواطن من مدينة طنجة كنشوف هذا التمديد هذا في المكان الصحيح ديالو، خصوصا انهم صنفوا مدينة طنجة المنطقة جوج، لان كنعرفوا البؤر العائلية والصناعية اللي عرفتها المدينة ديال طنجة، وخوفا على صحة ولادنا وصحة ديال المواطنين كاملين، فالحكومة خدت القرار الصواب. أول حاجة من حيث الشكل هذا التمديد هذا يعني الصيغة اللي خرج بها هو بطبيعة الحال كيقتل السلطات والدور ديال المنتخب، حيت كاين تغييب تام يعني المنتخبين دائما كنعطيو التدبير ديال المرحله للمعينين، لدرجه ان يعني الملائمه ديال الحجر مع الحاله الوبائيه في الاقاليم والعمالات والمدن تعطات يعني المعينين الولاة والعمال، ما تعطاش ما كاين يعني تغييب تام لاي دور ديال المنتخبين. كذلك هذا الحظر حنا يعني ما كاينش شي حد يكون الا معاه التمديد ديال الحظر، ولكن والحظر كذلك، ولكن خصو يكون متبوع ومقرون يعني بخطوات صارمه، يعني ما يكفيش انك تطبق واحد العرض في الاحياء الكبرى ولا في الشوارع الكبرى بحال البولفار وما الى ذلك، وفي الاحياء الشعبيه راه مازال كثير كاين الاسواق مفتوحين، يعني هادشي ما غيفيد فول. انا صراحه بالنسبه لي التمديد في هذا الوقت هذا او الشهر الرابع يعني صح التعبير هو تمديد اصبح بدون معنى في ظل تقاعس ديال السلطات العموميه في القيام بعدد من الاجراءات اللي كانت مهمه وكخصها تكون يعني في البدو، اللي هو بصراحه ووهان اللي هي مركز الوباء او منطلق الوباء، ما تمددش فيها الحجر بهذا الشكل هذا وبهذه المده هذه. الاجراءات الاخيره ديال رئيس الحكومه ومن ثم وزاره الداخليه ووزاره الصحه بشكل مشترك من خلال البيان ديالهم كانت اجراءات يعني بالنسبه لي دون معنى في هذا الوقت هذا، خصوصا في ظل استمرار المصانع الكبرى في العمل اللي هي مراكز للوباء، من خلال ايضا ضعف في عدد من الاجراءات اللي تاخرت السلطه في القيام بها.